ما بقيتش كنشوفوه في الكتب بعدا اولا كنا كنشوفوه هي واش حضوريا ولا عن بعد. هادشي واللي ملي قالوا لنا نعمروا داك الاستماره ولينا ايزيتي ما عرفناش واش غتحملوا مسؤوليه لو مرض ولدنا راه دايره الاستماره مسنيه عليها اذا ما عرفناش غنديروا. المهم بالنسبه للمقررات حنايا كنشريو دايرين لنا دابا كاينين المجموعات كاينين بزاف ديال المجموعات ودابا الغريب في الامر ان كيعطيونا كل مجموعه منها نسخه يعني بحال دابا اللغه العربيه كيعطيوك في رحاب المسار في الاجتماعيات كيعطيوك المسار الرياضيات الجيد فهمتي ما دابا والله باقي ما عرفناش شنو غادي نديرو. المهم دابا انا المقررات بديت كناخذهم ولكن ما لقيتهمش ما كاينينش باقي ما خرجوش المقررات ديال السادس باقي ما لقيناهمش. والله اش غنقول لك والله دابا حنا لقيتينا تالفين راه كلشي كلنا كنتجمعين وكنهضروا ما عرفنا شنو غادي نديروا باقي. المهم حنا ادوات كنشريوهم عن بعد ولا عن القرب راه حنا غادي يقراو الدراري وصافي هادشي اللي كاين. واخويا دابا خديت غير الفرونسي والانجلي 1200 لونجلي اي فرونسي بحال هاد التوام انا عندي توام دو هذاك الشيء على جاتني هاد لو بري. هاد الموسم الدراسي في الحقيقه مازال ما عرفناش واخا الوزاره قررات وحددت جوج الطرق ديال الدراسه عن بعد والدراسه الحضوريه وخلات الاباء الاختيار هو اختيار في الحقيقه صعب لان الاباء لا يتوفرون على كل المؤشرات اللي تمكنهم باش يقروا في مصير ابنائهم واش يقراو عن بعد ولا عن قرب. في الحقيقه هذا اختيار صعيب ولكن تنحاولوا من جهتنا بالاتصال بالمؤسسات اللي تقراو فيها الابناء ديالنا ونشوفوا شنو هما هاد لي ميزور دو سيكوريتي اللي اتخذت هاد المؤسسات ومن بعد عاد نقراو في الطريقه ديال التعليم واش عن بعد ولا انقول. توصلتوا بلاليس ديال المقررات؟ هاد لاليس خديناها من لو سيت ديال المؤسسه هما تيحطوها في لو سيت تيليشارجيناها من لو سيت ودابا جينا باش ناخذوه على الاقل غير المطابع راه تما نشوفوا شنو القرار النهائي واش عن بعد ولا عن قرب. سمحتي برطبيعه الحال لاليس كيفاش هو لاليس لاليس ما غاديش نقول لك لاليس راه يعني لاليس انت تشوف فيها ترو شارجي ولكن با تشوا ما عندنا ما نديرو هذا هو. لكن كاين بعض الناس ما غاديش يقراو المقررات كاملين انتوما غاتاخذوها كامل؟ لا بالنسبه للمقررات ديال المطابع غناخذها كامله في حين الادوات الاخرى الدفاتير والادوات الاخرى اللي مازال ما غناخذهاش مازال ما قررتش غناخذها انا جيت ناخذ غير المطابع الان. فعلا كاين واحد الشك واحد الارتياب الناس مازال ما الاباء يعني مازال ما قرار حاسم مازال ما خداوش هذا في علاقتنا مع الاباء ديال المدرسه لان كاينين دي جروب تنتبادلوا فيهم الاراء مازال الاغلبيه مازال ما استقرش على شي قرار نهائي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم
وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.